النهاردة بنبتدي معاكم إرسال جديد، قناة جديدة، قناة الملكوت. إننا ممتنون جداً لما أحدثه الإنجيل في حياتنا، وما أجمله فرحاً أن نعرف الآخرين بابن الله. كنت أعرف عن المسيح لكن ما كنت أعرفه، ولما لقيت قناة الملكوت برامجها ساعدتني أني أتعرف بشخص المسيح. بنحتفل بمرور سنة كاملة على بدء إرسال قناة الملكوت. كنت بدور على قنوات الشر وبالصدفة وقفت عند قناة الملكوت. حسيت الكلام إلي شخصياً، الرب لمسني وغيرني، أنا اليوم صرت للمسيح. إنني شاكر جداً لله للامتياز الرائع بوجود قناة الملكوت لأتمكن من نشر الإنجيل المجيد دون مساومة. 5 سنوات على بدء إرسال قناة الملكوت سات. أمنت بالمسيح لكن مفيش كنايس قريبة مني، قناة الملكوت أصبحت كنيستي. برامج قناة الملكوت أعطتني التلمدة اللي كنت أنا محتاج لها. كنت أب قاسي لكن اتعلمت من كلمة الله إزاي أوازن بين التأديب والنعمة أنا وعيلتي للمسيح. 10th anniversary لتأسيس قناة الملكوت. تهانينا لكم جميعاً داخل قناة الملكوت، أنتم تقومون بعمل مذهل في تقديم إنجيل الرب يسوع المسيح. نشكر الرب على قناة الملكوت، أنا سعيد جداً لكوني جزءاً من هذه العائلة. اتعودت انتقم من أعدائي لكن لما قبلت غفران الله اتحررت من المرارة. قبل ما أعرف المسيح كنت جاي قتلك، لكن لسبب ما قدرت. قابلتني بمحبة مع أنك كنت تعرف هدفي. أشكرك جداً لأن محبتك ومساعدتك وصلاتك ساعدوني أتعرف بالمسيح. هذه هي حقاً إرسالية قناة الملكوت، أن من لا يعرفه يأتي إلى معرفته، وأن من يعرفه ينمو ليصبح شبهه. بغض النظر عن كم اضطهادهم لنا نحن في الجانب الرابع، وبغض النظر عن مقدار احتقارهم لنا فلا بأس، إذ نحسبه كل فرح، نحن منتصرون في اسم يسوع.